مرات اياد نصار الحقيقه موجوده معانا بس مستخبيه في مكان ما. اولا هي حد لطيف وودود جدا، وفهمنا ان هي جت مع التصوير عشان قالت انا بس عايزه اشوفه، فممكن اجي احضر التصوير عشان اشوفه لان هو بيصور بقاله شهور وما بشوفوش. وفضلت ان هي تبقى يعني مختفيه، ولا انت اللي مخبيها يا اياد؟ لا والله، هو عشان كان فجأة الموضوع، فانا راجع من التصوير اساسا، فانا بحب تكون موجوده معايا في كل حاجه. فبس هي قالت لا انا مش جاهزه نفسيا اني اطلع اكون موجوده. لا بس والله قالت انا جايه التصوير عشان اشوف اياد لاني ما بشوفوش. هي فعلا ما بتشوفنيش يعني، فعليا التصوير وقت ما واخد وقتي كله في الفتره دي. بس انا يعني شيماء مش بعيده عن المجال بتاعنا، شيماء مهندسه ديكور اساسا، فهي فاهمه طبيعه الشغل. انا عايز اعرف انت شفتها فين في مصر وحبيتها ازاي، ولما جيت تتقدم لها هلا قالوا لك انت اردني مش هينفع مثلا؟ لا ما قالوش كده، لا ما حسوش كده. هو اللي حصل انه احنا اشتغلنا مع بعض في مسلسل زمان واسمه الوديع والذئاب، وكانت هي مهندسة الديكور المشروع، فاحنا كنا اصدقاء يعني، قعدنا اصدقاء. كمسلسل الوديع والذئاب. قعدنا فترة طويلة اصدقاء. ايوه، فانت مالك ومال مهندسة الديكور؟ انت الممثل بيدخل بعد ديكور ما بيكون خلص. لا انا كان في اصدقاء مشتركين بينا كتير. فكانت هي يعني بينا اصدقاء كتير فعرفتها، فقعدنا اصدقاء فترة طويلة يعني، قعدنا اصدقاء كتير. بعدين في لحظه هو الحب بيحصل مش عارف ازاي، تحس انك انت حبيت، زي ما قالت فيروز يعني. فيروز في غنوه بتقول انه بحبك ما بعرف كيف، هن قالوا لي يعني، هم اللي قالوا لي يعني. فجاه حد يقول لك انت تكونش بتحب، فانت تفتكر انا كل اللي بعمله ده اسمه حب اللي انا بعمله ده. ايه كنت بتعمل ايه لشيماء وانت مش دريان؟ هي صديقتي جدا، بقول لها كل حاجة، لو اختفت شوية من حياتي لازم ادور عليها. سامع يا شيماء؟ هي موجودة، هي موجودة في مكان ما بس مستخبية. بعرف اضحك معاها وما بعرفش اضحك عليها. ودي خطيرة جدا. إيه تعرف جامد ده. تعرف انك انت الشخص ده هو. وكنت حقيقي يعني انا معاها واحنا اصدقاء، انا حقيقي قوي معاها يعني انا زي ما انا. ونادرا ما اكون انا فاكك كده على طبيعتي مع الناس. ففي لحظه حسيت انه في حاجه. واللي ضحك اكتر انه انا كنت بمرر الموضوع انه انا معجب او بحبها وكده بهزار يعني، عارفه الشباب بيعملوا حركات كده هبله اوقات، بيقعد يعدي الموضوع بهزار بجد، وبهزار بجد. لقيتها فجأة بتكلمني، اياد تعالى انا عايز اتكلم معاك. فقعدت معاها، في ايه يا شيماء؟ قالت لي هو في ايه؟ في ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده 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 ده. قلت لها لا بصراحة انا بحبك، انه ما تهزرش معايا كده. كان قصدها تقول لك احترم نفسك. انه انا لا يعني خلاص. لكن قصدها انت بتحيرني ليه؟ هو ممكن انه احنا اصدقاء وفجاه انت هزارك في الحته دي كتر وفي ايه، فلا افهم انت ايه اللي في دماغك. قلت لها لا انا ما بهزرش، انا بتكلم جد، انا بحبك. فاتصدمت شويه هي، وقصده التحول كان غريب يعني، من كلوز فريندز لفكره انك انت تروح لانه الشخص انت بتحبه ومعجب بيه. ما بين بقى التصريح والصوره دي الفرح فات قد ايه؟ سنتين كان. ده كان قبل الجماعه بقى التصريح ولا بعد الجماعه؟ لا بعد الجماعه، بعد الجماعه. انا من سنتين تقريبا. والاجراءات والرسميات دي كانت حاجه سخيفه، مش متطلبات الجواز بقى لا ما كانش يعني، ما كانش في المتطلبات. احنا كنا متفقين على كل حاجه ومظبطين امورنا، وهي عارفه الظروف اللي انا فيها تماما ومتفاهماها، لانه هي عارفاني من قبل يعني، عارفه كل حياتي. ف لا ما كانش في طلبات يعني، الغير عادي، الشيء الغير عادي. وحتى انا ما كنتش بسمح لها تفكر انها تطلب.
ايه المنظر ده؟ ده سي السيد بحاول يعني اعمل شكل. انت شكلك سي السيد. انا لا ابدا، لا لا بالعكس بالعكس، انا مش سي السيد. يمكن انا فاشل في موضوع الامور البيت، بحاول لكن مش من باب سي السيد، من باب انه انا فاشل في امور البيت يعني ما اعرفش، بس بحاول اساعد يعني بحاول اعمل. في شهر العسل. شكرا. يا عم سابها وراح ياخد كورسات، ده هي واضح استعلى جدا يعني.